تعالوا نواصل رحلتنا الإيمانية لتعليم قراءة سورة البقرة وصلنا الآن 143 من سورة البقرة مع بعض ومصحفك عشان نعمل علامات عشان نتعلم التجويد ونقرأ أسهل وأسرع إن شاء الله أكسر الهمزة كويس قبل ما أدخل على الإخفاء وإي وإي لأن الكسرة تقيلة وأحيانا بننساها ونتلبخ في الإخفاء اكسر الأول نون ساكنة بعدها كاف إخفاء حقيقي والغنة مرققة عند الكاف وإن كانت وإن كانت تا ساكنة هنهمسها ونبين الهمس ت ت هوا بيخرج بس ما فيش أكتر من كده وإن كانت لكبيرة ها هنكسر الباء ونفخم الراء لا كبيرة الفتحتين فوق بعض بالضبط علامه على الاظهار هنظهر نون التنون الساكنه عشان بعدها همزه لا كبيرة الا على الذين لسانك كلمه سنتينك اللي فوق اوعى إيوة تنسى على الذين هذا ابين الهاء والدال حافظ على مرققه لان اسم الجلاله هتكون اللام مفخمه عشان قبلها مفتوح هذا هدى الله. افخم اللام والهاء لما اقف عليها ها؟ بس لازم ابينها كويس. هدى الله. وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. اوعى يعني تنسى الها وما كان اهمس الكاف كده ما تكلفش فيها. كان أحافظ على المرققة عشان اسم الجلالة هتبقى اللام مفخمة وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان فخم اللام أضم الهم رققة الله واكسر وضم ليو واكسر ليضيع ليضيع إيمانكم امد الهمزه حركتين مد بدل ايه حرف المد بعده وهنا حرف المد الياء واحفظ على المد الطبيعي بعد الميم واسكن الميم كويس وما كان الله ليضيع ايمانكم نون مشدده هنغنها حركتين الغنه مرققه وافتح بعد الغنه فتحه مرققه عشان ايه لم اسم الجلاله تكون ايه مفخمه قبلها مفتوح ان إن الله وافتح الهاء ورققها وبينها بالناس نون مشددا نون حركتين لا رؤوف هنا الضمتين واحدة سابقة الثانيه آه علامة عليه يا إما إخفاء يا إما يضغام بعد حرف الراء إضغام كامل من غير غنة مش هنجيب نون ولا غنة خالص بعد الفاء را مشددة والشدة اللي على الراء علامة الإضغام الإيه الكامل لرؤوف الرَّحِيمِ إن الله بالناس لرؤوف رحيم عاوزك تقول معايا مش تسمع بس قول عشان ايه نتعود ونتدرب وانا بتدرب معاك واكتر منك كمان فعاوزك ايه تتدرب معايا عشان اللسان يتعود على الايه القراءه الصحيحه ان شاء الله قاد نرى دال ساكنه مرققه مقلقله القاف مفخمه نقلقل الدال مع الترقيق قد قد نرى نرقق النون قبل الراء نرى قد نرى تقلب رقق التاء وفخم القاف وضم اللام مرققة تقلبا وجهك جيم ساكنة ها مقلقلة أيوة مرققة وجه وجه من وسط اللسان اوعى تطلعها من قدام هنا لا غلط من نص ومن أول النص كمان واجئ وبين الهاء وجهك في السماء أيوه مد واجب متصل ما يقلش عن أربع حركات دي بدايته كده ونبين الهمزة بعد المد {قد نرى تقلب وجهك في السماء} فلا نولينك. واحدة واحدة كده وضح الحركات كده أول حاجة بين الفاء فاء لا مشددة شددة وأكسرها وبين الشدة نقول مشددة أنا حركتين فلا نولينك فلا نولينك أكثر القاف قي قي اسمها قي قولها معايا قي قي با ساكنة قلقلها قب قبلة قبلة التاء ها منونة الفتحتين واحدة سابقة التانية في غنة إخفاء مرققة عند التاء حافظ على الغنة مرققة وافتح التاء مرققة لأن الراء دي هتبقى مفخمة ساكنة قبلها مفتوحة تاء قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها أطبق بقى الضاد ضا ضا مع الفتح ورقق الايه الهاء لكن الالف اللي بعد الضاد مد طبيعي مفخم ترضاها وما زودش عن حركتين في المد يعني بين الهاء وحركتين اتنين بس فول وجهك أكسر اللام وما زودهاش، أوعى تجيب ياء بعدها، لا 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 لا. كسرة مع الشدة من غير ياء، من غير مد. ده خطأ كده عند بعض الناس في التلاوة. فولي وجهك تاني فولي وجهك الجيم طبعا هنقلقلها زي دي، الأحكام بتتكرر عرفناها مرة خلاص مش هنقولها تاني. راء برضو طاء قلقلة هنا ايه تدريب للقلقلة كويس جدا الدال والجيم والباء والطاء ده احنا خلاص هنخلص حروف القلقلة اللي هما؟ ايوة مم. فولي وجهك راء الشين شاء اوعى تفخمها زي ايه الشاي زي الشاي مم. وقلقل الطاء مفخمة مفخمة الراء شاء راء المسجد انا معلم لك عليهم ليه عشان السين دي ما خدتش بالك منها هتبقى زي ازاي نقول المز لا 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 المس مس المسجد وبين الجيم بقى اوعى تقول السين زاي اوعى المس بين كده الصفير فيها خليها قدام اوعى تدخلها جوه عند الجيم والجيم بعد كده دخلها جوه من نص اللسان اللي هي وسط اللسان مش من قدام يبقى نحقق الايه الصفات والمخارج للحرفين دول واي كلمه زيها تعمل كده المسجد فول وجهك شطر المسجد الحرام وسكن الميم وباينها وحيث لسانك فين ها زي الذال بس يخرج هواء ثا وحيث وحيث الناس اللي بتدخل لسانها جوه بتغيرها تخليها حرف سين خلي بالك انت كده بتغير في القرآن انا يعني عارف انت مش قاصد بس انت بتغير ثاء ما كنتم نون ساكنة بعدها اخفاء حقيقي الغنة مرققة سهلة وعند التاء سهلة كاف ضمة نون ساكنة مخفاة نغنى حركتين سكون وبعدين تاء ضمة كن كن قول معايا اوعى إيه تمشي بالضمه للتاء ضمه بقى بعدها ضمه استسهل وأضم الغنه لا سكن الغنه وحيث ما كنتم وسكن الميم كويس مظهره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الفاء بينها ف فولوا المد الطبيعي خلي بالي وأضم اللام مرققه فولوا الواو عليها ضمه وده اصعب حاجه ان الواو يكون عليها ضمه او الياء عليها كسره ضم كويس اوعى تملها و ضم فمك الضمه عمرها ما هتيجي الا لما تضم الفم بتاعك ها وجوهكم فولوا وجوهكم وخلي بالك الواو عليها ضمه دي صعبه وقبلها مد بالضم قبلها ايه مد بالضم وبعدها مد بالضم الكلمه دي مش سهله لو انت ما حققتهاش مش هتبقى حلو وده اللي بيميز القارئ عن القارئ ويخلي القارئ صوته حلو انه بيبين الايه المخارج والصفات والاحكام ويوضح الحركات وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لازم الواو يسمع صوتها و شاطره زي شطره هنرقق الشين ونقل الطاء مفخمه وراء مفخمه ونبين الهاء لما نقف عليها. امال ايه الواو الصغيره دي؟ لما نوصل هنمد حركتين وصلًا بس في الوصل، مد صله صغيره. وقفنا هنسكن الهاء ونبينها. شاطره مرققه. وإنا نول مشددًا حركتين الذين لساني يبان الذين أوتوا ده مد بدل هنا حرف المد هنا الواو. هنمد حركتين اتنين بس الكتاب لا يعلمون اضم الميم مرققه انه او ان مشدده حركتين الحق رقق الحاء واللام قبل القاف الحق وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق مِنْ رَبِّهِمْ إيه النون مش عليها تشكيلة دي هنغنها؟ لا دي اضغام كامل من غير غنة نون مش عليها تشكيل بعدها حرف إيه مشدد يبقى ده إدغام كامل مع الراء يبقى من غير غنة فيش غنة خالص ولا نون مِنْ رَبِّهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وأكسر وأكسر الهاء وسكن الميم وما الله أرقق الميم قبل لام اسم الجهة تبقى قبلها مفتوح وما وما الله أضم الهاء مرققة أكثر وفخم الغين بغافل كسرتين فوق بعضهم علامة عليه؟ أي أيوة إظهار بغافل عما مي مشددة نقولنا حركتين العين ساكنة وضم اللام مرققة وبين سكون النون يعملون وما الله بغافل عما يعملون. تعالوا نقراهم كلهم على بعضهم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون مش عارف انتوا سامعين صوت المطر اللي نازل دلوقتي ولا ممكن يكون المايك مش مبينه كويس وده طبعا من الاوقات الجميله اللي الدعاء يكون مستجاب فيها ان شاء الله اسال الله ان ييسر لكم حفظ القران الكريم وأدخلكم الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب واجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم